لدينا للأسف الشديد منتخبين ولكنهم يدعمون بشكل أو بآخر هذه الـ يقولون ثوار وقاموا بالثورة والأشياء اللي كلها يعرفها كل الليبيين، ولكن حجة أو فزاعة الأزلام وأنصار النظام السابق والأشياء اللي كلها يعني هي التي أربكت المشهد الليبي مثل ما قال ضيفك الكريم وذكرت لك من البداية أننا اتبعنا سياسة الإقصاء، لم نفتح حوار وطني، لم نقوم بعدالة انتقالية من البداية، هذا الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة التي نحن فيها، علينا أن نعترف بذلك. أتفق مع السيد عبد المنعم اليسير فيما جاء في حلقته معكم، للأسف الشديد هذا الوقت.